اخوتي مشاهدي قناه النهرين الاخباريه، احنا اليوم بالسيارة تحديدا بشارع العلوه التاج للحيوانات الاليفه. موضوع اعتبره كان متاخر بالنسبه لي، المفروض اخذه من زمن مضى، اللي هو موضوع الحيوانات الاليفه. احنا اليوم من نقول اليفه نشوف انه اكو كلاب للتربيه، كلاب للزينه يعني. موضوع الأكل، العلاجات، كل هذه التفاصيل اليوم خلونا نتعرف عليها من خلال الشخص اللي موجود بهذا المكان، حتى نتعرف أيضا عليه أكثر، نعرف أنه هو مختص بهذا المجال لو فقط موضوع البيع والشراء، ونتعرف أيضا على طريقة تربية هاي الحيوانات وطريقة علاجها في حال أنه تعرضت المرض معين، بالإضافة ذلك موضوع الأسعار، آلية عمل الأماكن المختصة كأطباء أو غيرهم. يعني راح تشوفون هواي تفاصيل، موضوع إن شاء الله يكون ممتع بالنسبة لكم. إذن مشاهدينا التفاصيل أعتقد راح تكون تفاصيل تفاصيل كثيرة بهذا المكان. أكو شغلات ممتعة هواية، أكو أمور إنسانية نشوفها هسه بالداخل هنا، إنه أكو واحدة من القطط عندها فد عملية صعبة جدا كانت، موضوع الرمال الخاصة اللي موجودة، الأدوية، الطعام. السلام عليكم. اهلا، شلونك يعني؟ شلون الصحه؟ الله يحفظك يبارك فيك. شكرا لك. اسفين اخذنا من وقتك، اضطرينا انه بعض المراجعين راح ينتظرون الى ان نكمل حديثنا. خلينا نتعرف عليك. دكتور مصطفى، طالب مرحله خامسه جامعه بغداد طب بيطري. اهلا وسهلا بك، شرفنا. مرحله خامسه؟ مرحله خامسه. اذا بعد لك هاي السنه الاخيره المفروض. السنه الاخيره ان شاء الله. جيد جدا. اليوم طريقة التعامل ويا الحيوانات، هل هي طريقة لازم تكون معقدة وصعبة حتى نقدر نوصل لسلوك الحيوان ونفتهمه؟ لو اكو فد شيء اريد توضح لي، انا اليوم معلومات صفر عن هذا الموضوع. بشكل عام الحيوانات الاليفة تعامل وياها حالة تعامل ويا الطفل الرضيع. لا ينطق، لا يحكي، لا يقدر يسوي مستلزماته واحتياجاته الخاصة بيده نفسها. اي فلازم انت تفهم سلوكياته، لغة الجسد مالته، الاصوات مالته، يعني تحاول تستوعبه وتحتويه مثل الطفل. يعني الطفل اللي يكثر بكي من يجوع، من يعطش، من العفو حاجته تطلع. هيك فحاول تستوعب الحيوان الاليف، وكل يعني كل حيوان حسب نوعه وحسب احتياجاته وحسب متطلباته له سلوكيات تختلف، فتحفظ سلوكياته على مود تعرف تتعامل وياه. ممكن يتبادر لذهن المشاهدين فسؤال معين، يعني الحيوان عنده عقل؟ هو عنده دماغ بس ما عنده عقل، عنده غريزة. غريزة هالغريزة اللي هي مثلا غريزة الأمومة، غريزة الخوف، غريزة الدفاع عن النفس، غريزة الافتراس، كل غريزة يعني موجودة بحيوان معين أو محتمل كل هالموجودات بحيوان واحد. نعم. ماكو فرق بيهن. أي هاي الغريزة هي يتحكم بيها بتصرفاته وسلوكياته. زين اليوم شلون احنا بنشوف انه اكو بعض الحيوانات تفتهم؟ هي مو تفتهم، تستوعب موسيقى الصوت، يعني حتى من نصيح اسمهم مثلا. أحسن. موسيقى الصوت مثلا اسمها لوسي، هي ما تعرف انه اسمها لوسي، موسيقى الصوت مال كلمة لوسي تعرف انه انا دا صيحة بهاي الموسيقى. اي اذا صحت بغير موسيقى محتمل ما تجيك، يعني هي ما تفتهم بس تحفظ موسيقى الصوت. زين والعاطفة دكتور؟ عندهم عاطفة وعندهم مشاعر مذكورة بالقرآن، انما هم امم من امثالكم. اي عموما يبكوا ويخافوا اكو يموتون، يعني اذا فصلت اثنين يموتوا، كلش طبيعي، حالهم حال البشر. لكن كوجود عقل ماكو. يعني بعض الاحيان احنا نشوف من خلال تصرفات الحيوان، ردود افعاله، علاقته بالبشر، حفاظه على المكان اللي هو بيه. تمام تتوقع انه اكو وجود عقل او نسبه؟ هو مو موجود اطلاقا، بس يعني مو كعقل بشري. لا انا مو هذا اللي اقصده، لكن اكو فد شيء مركز للتحكم، مركز للتحكم. السلام عليكم. هلا عمو. هلا. شلونك؟ زينة. شنو اسمك؟
جمانة. جمانة شو اليوم يم هذا البزون ليش؟ عجبتني حلوة. حلوة؟ زين مو لونها أسود أكو ألوان أحلى؟ ما عجبتني. أنت مربية فد شي قبل من الحيوانات؟ لا بس عندنا عصفور. عصفور؟ إيه. زين ما تخافين تمدين إيديك عليها يعني تخرمشي شي؟ شوية أخاف. شوية تخافين. زين. لا هي هم هادئة تمام؟ تمام. زين بابا ماما يقبلون أن تربين حيوان بالبيت؟ بس يمكن يعني أنا دا أشوف إنه دا تحاولين إنه تقنعيهم شوية تأثيرها قوي بالإقناع أستاذ تأثيرها قوي تأثيرك قوي بالإقناع ويمكن راح تشترين اليوم تمام أنت بالمدرسة يا صف ثالث شاطرة إيش قد تأخذين عشرات أو تسعات بهن عشرات ولا تسعة ولا تسعة ولا تسعة ولا تسعة أكيد أكيد إذا تستاهلين مو تمام؟ يلا خلنا نقنع بابا بالموضوع اوكي يلا حاولي يلا من تعبرون المكان بعد ما يشتريني صح؟ اريد مو كلش اريد هاني خاف على عصفور نعم؟ مو كلش اريده زين هي انزعجت هسه حاليا تمام؟ لان احنا لزمنا ذيلها صح؟ صح زين تعرفين شنو اكلها؟ اكلها يعني اكل بزازين لحم سمك لحم وسمك؟ أكل بزازين أكل خاص زين إذن نقنع بابا ونشوف زين إيش قد بالمية يعني تتوقعين أنه راح يوافق؟ 90 90؟ متأكدة مشاهدينا من الموافقة بشكل مسبق إذن إحنا اليوم زيارة خاصة للتاج للحيوانات الأليفة أكو هواية تفاصيل راح نشوفها بالداخل ونعرف الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأنواع من الحيوانات جزء منها يعتبر أليف وجزء الآخر لا مو أليف أنا من الناس عرضت العضة كلب المفروض هو فتشي كيوت كذا هذه بس ما نعرف نتعامل وياه بصراحة وأخذنا العلاجات والحمد لله والشكر يعني الأمور طيبة ها جمانة قنعي بابا إذن دكتور الموضوع ما يخلو من الحالات الإنسانية طبعاً ما يخلو من الحالات الإنسانية مو تمام؟ أي أنا لاحظت موضوع خلينا ناخذ جولة سريعة إذا تسمح أكو هدوء تام هنا وأكو حالة إنه فاقدة واحدة من الإذانات تمام؟ شنو السبب؟ هاي البزونة محلية مع الشارع متعرضة لضربة طفل صغير ضربها بطابوقة على رأسها جت فاقدة جزء كبير يعني من هاي الصفحة مال إذانها وحتى متنخر المكان والعفو بيدود وفرازات وجراحة وجزء من الدماغ حتى كان واضح وظاهر يعني كانت نسبة إنه تعيش تقريبا 2% 8% إنه تموت إيه وعندي صور للحالة مالتها يعني أول ما جت زين شلون استقبلتها يعني أنت بحثت عنها تعاطفت وياها بالشارع لو اكو ناس جابوها لو شنو شلون يعني وصلتك احنا بشكل عام نعالج المحليات بالعياده ما نستنكف من علاجهن ولا يعني من استقبالهن بالعياده نعم. بس مرات ضيق المكان ما نقدر يعني نستقبل العلاج مالتهن بس نعم. يعني يجيبه عالجه ويرجع يجيبه عالجه ويرجع نعم. بس هاي الحاله ما يقدر يجيبه عالجه ويرجع لان تقريبا كانت تتعالج 4-5 مرات باليوم فبقيناها هنا فندقة الحالات المحليه بشكل عام احنا نعالجهن مجاني دكتور هذا مو عليك يعني انت المفروض مشغول وعمل واكو فلوس بالموضوع خلينا نحكيها بهالطريقه هذه قيم رب العالمين مثل ما نقول ما يضيع انا عالجتها ما صرفت خلينا نقول 5 10 15 20 بس رب العالمين راح يرجع ليها اضعاف ما عرفنا شلون وصلتك عائله جابتها يعني قريبه من بيتهم دائما تويطوها اكل وشرب وهاي فشافوها حالتها كلش مأساويه نقلوا لنا اياها للعياده تبنينا علاجها بالعياده صار بحدود 40 يوم تقريبا 40 يوم اي هسه دا قرب على اذانها كل يعني حاليا اكو تعاون مستمر بينك وبين العائلة اللي نقلت هاي الحالة مستمر يجون يزوروها بين يومين بين يوم ويوم يجيبوا لها أكل دكتور علاج دكتور شنو سر
سر هاي العلاقة يعني بين الإنسان وبين الحيوان إنه توصل لهالدرجة؟ هذه موضوع التعلق يعني صعب، موضوع عاطفة. أكو أشخاص يعني هم حب للحيوانات يفضل على كل شيء، يعني على أهله، على ناس، على أقاربه، بسبب مواقف معينة. هاي الحيوانات يعني الكائنات كلش بريئة، يعني ما سبب لك أذى، ما سبب لك مشاكل، ما سبب لك مكان جميل، كلش لطيفة. سؤال الحيوانات تبكي؟ الحيوانات تبكي، تتعاطف ويا مواقف الإنسان كمواقف معينة تبكي. الحيوان الأليف بالبس، سواء كان كلب، قط، أحد الطيور اللي يعني الذكي. يعني الكلب هو حيوان أليف؟ حيوان أليف، هيكون بيهن يتربن داخل المنزل وخارج المنزل. نعم. أي في حال دخلت للبيت متكئب، يعني حزين، مقهور، مخنوق، حتلاحظه تلقائيا يجي يتودد لك، يتمسح بيك، يتمسح يعني يمسح راسه براسك. فالمواقف كلش حلوه، حاول اني واسيك. اي واسيك، تحس هي اصلا بشكل عام الحيوانات الاليفه تسحب الطاقه السلبيه من البشر، حتى العين تاخذها من البشر لا سمح الله. زين دكتور، من الناحيه الشرعيه انه تربيه الكلب بالبيت يعني عندك مشاكل شرعيه؟ ما عندي اطلاع عليها، بس القطط بشكل عام لا، ما بيها اشكال شرعيه داخل القطط البيت. اعتقد انه يوم من الأيام سمعت أنه أكو حديث عن القطة للرسول عليه الصلاة والسلام أنه المؤنسات أو المؤنسات أو الطوافات، الطوافات أحسن. نعم. العفو، المي اللي تشرب من البزونة يصير تتوضى به، اللعاب العفو مال البزونة أطهر مادة على وجه الكوكب. يعني مش قد العقل البشر اخترع أشياء ما قدر يوصل ويخترع مادة مطهرة بقد اللعاب مال البزون. مادة مطهرة؟ أي مادة كلش نظيفة، القط من تلزمه ينظف نفسه وراك هالدرجة. لا عيد لي، لعاب، لعاب القط مادة، مادة كلش نظيفة ونقية ومطهرة. مطهرة، إذا هي تستعمل بمجال معين؟ ماكو استعمالات، بس يعني كصير تلزمها وتاكل عادي، كلش طبيعي. يعني ما بيها أي يعني إذا لطعت أصبعك اعتبر أصبعك كأنه ما درت عليه كحول. اها، هالدرجة. وبالنتيجة القط هو بعد ما يكون قريب على الإنسان يرجع ينظف نفسه. بالضبط، يرجع ينظف نفسه ورا ما تلعب وياها يقعد على صفحه يقوم يلطع بروحه ينظف نفسه. إذا هو يعني أكو فد معلومة معينة عند القط إنه اليوم هو تعرض نسميها ميكروبات أو شنو؟ تقريبا، بس هو بشكل عام القط حيوان نظيف. حيوان نظيف؟ أي بشكل عام تلاحظه لا قاعد على صفحه من زاوية مكان معين يلطع بروحه، احنا نسميها ينظف نفسه. تمام. أي إذا هو التعامل مع الحيوان يعتمد على السلوك البشري وسلوك الحيوان نفسه، حتى يكون ناس تفهم ناس. بالضبط، أي يعرف هذا الحيوان، الحيوان يعرف هذا الشخص راح يأذيه، ويعرف هذا الشخص لا ما راح يأذيه، راح يقدم له الطعام ويحفظ ويتذكر. يعني يتذكرون هذا المكان من يجون هنا على مود لقاء، على مود علاج، يخافون، يعرفون، ما يحبون. موضوع التبني، ايش بيه موضوع التبني؟ اليوم بدنا نشوف انه اكو اعلانات تصير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي انه معروض قط او كلب للتبني. صح. اكو شروط معينه لو الموضوع فقط انه اثنين يتفاهمون على هذا الامر؟ حسب المكان اللي تتبنى منه وحسب الشخص اللي ماخذ منه. انا بدي احكي عن المركزيه، مركزيه هذا المكان مثلا. مركزيه هذا المكان، احنا عندنا شروط عقد تبني انه الشخص اذا مثلا انا يسين من الناس عرض يمي حيوان للتبني، سواء كان هجين، سواء كان مستورد، سواء كان محلي، هذا الحيوان ما يطلع الى مكان مجهول بدون ما نعرف كافه التفاصيل عنه. يجي المتبني، الشخص اللي راح يتبنى الحيوان، يوقع عقد مال التبني، هويه وبطاقه سكن، ناخذ معلومات، ارقام تليفون اثنين، اذا كان عمره جوا 18 سنه ما راح نطيه، اذا ما يجي ولي امره، يعني تفاصيل كلش دقيقه. وصاحب الحيوان له حق يتواصل ويا المتبني على طول، يومية، كل اسبوع، كل شهر، بس ما يحق له لا يقول له جيبه. نعم. تمام. والشخص المتبني ما يحق له لا يرمي الحيوان، لا يشمره بالشارع، لا ينطي لاحد، لا يبيعه، لان لازم يوصل، وهذا الوصل عليه غرامات. موضوع بشروط قويه، لكن ايش قد ما يكون الحيوان عزيز هم بي مشكله. موضوع الشعر، موضوع تساقط الشعر هو موضوع يعانون منه كل المربين. نعم. بسبب انه التزاماتهم يعني الاساسيات المهمه للحيوان كلش ضعيف، يعني مثلا من ناحيه التغذيه، من ناحيه العنايه، الجرومنج بالشعر والجلد مالته، الحمام بين فتره وفتره. نعم. تمشيط الشعر، نوعيه الغذاء، الالتزام بلقاحاته وجرعه الديدان، هذول الاشياء لهم دور اساسي كلش بتساقط. هذا شنو اللي خلفك؟ وينها؟ هنا أنا اكو حل تقريبا. هذا حل مال تساقط الشعر، هاي الروله بيها طبقات. نعم. المربين ياخذوها مشوها، يلمون الشعر طبقات ينزعوها. اها، استهلاكيات. ايش قد سعرها؟ 3000 دينار. 3000 دينار.
ايش كم لفه بيها؟ بيها بحدود ال 100 لفه. اها يعني يستعملها 100 مره. 100 مره اي، والمره يجوز اذا شعر قليل تبقى يعني اكثر من مره يستخدمها حسب نسبه الشعر والاوساخ اللي تشيلها. زين، اذا احنا بنعطيهم حل. اكو مشاكل واكو حلول، ماكو مشكله. انا عندي بالبيت سيزر، سيزر كلش عزيز علي احبه. زين، لكن موضوع الشعر، اذا انا احتاج قطعتين. يا ريت اذا توفر لك قطعتين. صار بطل علي. تمام، ب 3000 تاخذ منه عيوني. تدلل بطن عيني. لا ايش قد يعني ممكن يكون بها مجال حتى المشاهد يعرف؟ يعني لانه هي هذه 2 ب 5. 2 ب 5 واذا كميه سعرهن يفرق سهله. يعني انا تمنيت يوم من الايام ان تكون مقدم برامج صراحه. ايه الزم لي المايك بدون زحمه. ممكن تسالني سؤال معين؟ يعني ممكن اسالك سؤال معين. كل سؤالك. ليش اختاريت هذا التخصص؟ الاعلام. الإعلام حبيته. زي شو اللي حببك بيه؟ أنه أنقل الصورة الحقيقية للحدث. أوكي. وأحاول أن أكون صادق 100% بنقل المعلومة. اليوم هذا الموضوع إيجابي حبيته، نقلت المعلومة مثل ما هي. زين، هل واجهتك يعني صعوبات خلال المسيرة مالتك هاي؟ الصعوبات اللي واجهتني هو بعض الناس اللي ما تفهم شنو دور الإعلام، ما تفهم ليش احنا موجودين، شنو دورنا وش راح نقدم. تفضل. ها شنو؟ اخاف لا تسرق الاضواء من عندي. خليني استعجل. لا لا هذا المو... لا رجاء ابد نهائيا، والله نهائيا. اشكرك. احتاج قطعتين. خلينا نعطيهم المصورنا. هذه وهذه. تمام اوكي. طبعا انا اشكرك جدا مصورنا. تفضل. سعيد باللقاء ويا حضرتك. اخذنا معلومات كلش حلوه، إنسانية عالية. وخلينا نعيد العنوان، وين احنا؟ بغداد السيدية شارع العلوة، التاج للحيوانات الأليفة. ومعلومة مهمة، عندنا حالة يعني فقرة انه نفتح على الطوارئ بالثنتين بالثلاثة بالاربعة بالليل. تخابرونا نفتح 10 دقائق احنا بالعيادة، وده تصير وياي دائما. شكرا جزيلا لك. مع السلامة. الف هلا قلبي. شكرا.